بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحتين 118 119 من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أقرأ حرف الواو والياء. أقرأ المقاطع: يو، الياء مع الضمة يو يو، الواو مع الكسرة وي وي، الياء مع الفتحة يا يا، الواو مع الفتحة و و، الياء مع الكسرة يي يي، الواو مع الضمة و و، الياء مد الألف يا يا، الواو مد الياء وي وي، الواو مد الألف و و، الياء مد الواو يو يو، الواو مد الواو وو وو، الياء مد الياء يي يي، الواو تنوين الفتح ون ون، الياء تنوين الكسر يين يين، الياء تنوين الفتح ين ين، الواو تنوين الكسر وين وين، الواو تنوين الضم وون وون، الياء تنوين الضم يون يون. إذن الياء والواو مع الحركات القصيرة، الياء والواو مع المدود، الواو والياء مع التنوين. سوسن سوسن. أقرأ ثم ألون دوائر الكلمات التي تدل على الأزهار. أقرأ ثم ألون دوائر الكلمات التي تدل على الأزهار. إذا الكلمات التي تدل على الأزهار سوف نلون أقراصها. سوسن سوسن، نعم هذه الكلمة تدل على نوع من الأزهار. ياسمين ياسمين، نعم هذه الكلمة تدل على نوع من الأزهار. لوز لوز، لا هذه الكلمة لا تدل على الأزهار. ريحان ريحان، نعم تدل على الأزهار. ربوة ربوة، لا جوز جوز، لا أقحوان أقحوان، نعم ورد ورد، نعم أقرأ ثم أكتب عدد المرات التي تكرر فيها حرف الواو والياء. إذن أولا سوف نقرأ ثم نحسب كم مرة تكرر حرف الواو والياء. غرست آية في حديقة البيت شتائل الورد والياسمين والريحان، وسقت ليلى أشجار الزيتون واللوز والجوز. آية وليلى صديقتان للبيئة. غرست آية في حديقة البيت شتائل الورد والياسمين والريحان، وسقت ليلى أشجار الزيتون واللوز والجوز. آية وليلى صديقتان للبيئة. أكتب، ألاحظ مسار الحرف ثم أكتب. مسار حرف الواو، مسار حرف الواو في وسط الكلمة، مسار حرف الياء في آخر الكلمة، والواو مع الفتحة،
ون الواو تنوين الفتح، لوزون. يا الياء مد الألف. طيور. أرتب الكلمات وأكون جملتين ثم أربط بينهما. أرتب الكلمات وأكون جملتين ثم أربط بينهما. الأغراس، سقط، آية، غرست، الشتائل، غيثة. إذن يمكن أن نكون الجملة الأولى: غرست، آية، الشتائل، ثم سقط، غيثة، الأغراس. غرست آية الشتائل ثم سقط غيثة الأغراس. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.